نظام البابل شيت بيخاطب الفهم، يعني ده هو قائم بالدرجة الأولى على الفهم، لأن بيسأل الطالب سؤال محدد ويطلب منه إجابة محددة. فنظام البابل شيت بيخاطب الفهم، إنما نظام الأسئلة المقالية النمطية ده ممكن يخلي الطالب يكتب يعني كتابات قد تكون غير منضبطة. وللتوفيق بين الاعتبارين دول أستاذ المادة متروك له الحرية إنه يجيب 50% من أسئلة المادة بابل شيت و 50% سؤال نمطي. يعني دي إمكانية متروكة لأستاذ المادة، هو الذي يقدر هل امتحانه هيبقى بابل شيت بالكامل أو نص 50% كده و 50% كده. وبعدين احنا النهارده ما بنبتكرش نظام غير موجود في الجامعات الاوروبيه والامريكيه. نظام البابل شيت موجود في، يعني مش عايز اقول كل الجامعات، وانما معظم الجامعات المتقدمه، وبيعتبر النهارده اليه من اليات تصنيف الجامعات في الجوده او حصولها على نظام الجوده. فاحنا ده نظام موجود في كل الجامعات الامريكيه والاوروبيه، واحنا يا دوب بنحاول نحاكيهم حتى يعني نحدث تطور في نظام كليتنا.